السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إخواني أخواتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نحاولوا من خلاله يعني نهضروا على لا ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج، وكيفاش ندير لا ترانسكريبسيون ديالي بلا ما نوقع حتى في شي مشكل ولا يعني شي بلوكاج. نحاولوا نشرحوا شنو هي ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج وشنو هي المراحل اللي خصها دوز منها لا ترانسكريبسيون، وشكون هو الطرف اللي كيقوم بلا ترانسكريبسيون، وفين كدار هاد لا ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج. اولا يعني من بعد ما يعني كتقوموا يعني بالزواج عند العدول رسميا، يعني كتكونوا مزوجين بالنسبة للقانون المغربي عفوا، ولكن ليس بعد بالنسبة للقانون الفرنسي. يعني فوا كتزوجوا يعني في المغرب، ففي المغرب يعني معترفين بكم مزوجين، ولكن في القانون الفرنسي خصكم ديروا لا بروسيدور دو ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج باش يتم يعني الاعتراف بهذا الزواج. لهذا سنتحدث اليوم في هذا الفيديو عن يعني ما هي لا ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج، وكيف تتم لا ترانسكريبسيون، ومن يقوم بهذا الاجراء. فلا ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج هي عباره عن اجراء يتم من خلاله الاعتراف بالزواج المغربي في سجلات القانون الفرنسي. بمعنى اون فوا كنديروا لا ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج ديالنا، ف يعني يتم الاعتراف بالزواج المغربي في سجلات القانون الفرنسي. وكذلك يعني من اجل الحصول على دفتر الحاله المدنيه، اي ليفري دو فامي اللي غادي تحتاجوه بروشينمون، يعني باش ديروا لا دوموند دو فيزا ديالكم. مي قبل يعني قبل ما ديروا لا ترانسكريبسيون، يعني عندكم جميع الوثائق، عندكم لاك دو مارياج ديالكم، يعني خصكم ديروا ليه ترجمه عند واحد مترجم يعني محلف اسيومونتي. وكذلك قبل ما ديروا لا دوموند ديالكم خصكم يعني تاكدوا من الاسماء ديالكم الشخصيه والعائليه، وكذلك تواريخ الازدياد ديالكم، وكذلك يعني بالنسبه للاباء ديالكم والعناوين كذلك في عقد الزواج، يعني في النسخه العربيه، وكذلك في النسخه يعني المترجمه يعني الى الفرنسيه. نتاكدوا من جميع المعلومات اللي فيها، وكذلك خصكم تاكدوا يعني العقد الزواج ديالكم المغربي تم تسجيله في يعني في المحكمه. يعني هاد يعني الاجراءات خصكم ديروهم وتاكدوا منهم باش يعني ما تطيحوش في شي بلوكاج ابري، ولا يوقع لكم يعني شي مشكل في لا ترانسكريبسيون دو لاكت دو مارياج ديالكم. والترجمه بيان سور خصكم تشوفوا يعني شي مترجم اللي هو محلف، حيت ان فوا الا درتوا الترجمه ديالكم عند شي مترجم عادي فلن تقبل منكم يعني الترجمه، وبالتالي يعني غادي يكون يعني رفض تام للدوسي ديالكم. اما بالنسبه يعني الوثائق اللي غادي تحتاجوهم في لا ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج، يعني اون دوموند دو ترانس كما كتشوفوا قدامكم، اون دوموند دو ترانسكريبسيون سي ان فورمولير بيان سور داتي سيني بار لو كونجوان فرونسي، يعني الكونجوان فرونسي هو اللي خصو يعني غادي يعمرو يعني يعمرو ويسنيه. وكذلك لا جوستيفيكاتيف de la nationalité française, yani soit carte d'identité dial conjoint ou la copie de certificat de nationalité française ou la yani copie intégrale ou la acte de naissance dial le conjoint bien sûr.
وكذلك كما قلت لكم يعني الوثيقة الثالثة هي اكت دو مارياج، يعني عقد الزواج ديالكم يعني بالعربية، وكذلك بترجمة لا كوبي سيرتيفي كونفورم بار les autorités marocaines de l'acte de mariage en langue arabe et l'original de la traduction en français. يعني عقد الزواج ديالكم بالعربية مع الاوريجينال ديالو ديال الترجمة بيان سور اللي درتوها عند يعني واحد محلف اسيغمونتي. او بيان سور يعني الوثيقة الثالثة اكت دو نيسونس دو شاكان دي زيبو، يعني اكت دو نيس يعني لاكت دو نيسونس ديال الكونجوان، وكذلك لاكت دو نيسونس بالنسبة للكونجوان ماروكان كذلك كوبي انتيغرال داكت دو نيسونس. Pour le conjoint non résident يعني en France, non résident au Maroc, غادي تحتاجوا يعني لي فوتوكوبي ديال الباسبور اللي درتو فيهم يعني الكونجوان فرونسي يعني اللي دخل بهم او خرج بهم بوندون لا بيريود ديال الزواج ديالكم، يعني هذوك لي زونتري ولي سورتي اللي دارهم يعني الكونجوان فرونسي خصكم دير لهم اون فوتوكوبي كذلك وديرهم في الدوسي. بيان سور اون فوا كتجمعوا هاد لي دوكيمون هادو، هذا هو الفورمولير اللي قلت لكم الاول، يعني دوموند ترانسكريبسيون دو لاك دو مارياج اللي كيعمر الكونجوان فرونسي، جو سو سين يعني سميه وكنيه ايبو دو ادريس كومبليت دو كونجوان فرونسي، يعني الادريس ديالو يعني الكونجوان فرونسي، تليفون ادريس الكترونيك اللي هي الادريس ميل، ادريس كومبليت اي نيميرو دو تليفون دو كونجوان ديال ناسيوناليتي ماروكان، وكذلك تجي هنا جو سيرتيفي سور لونور يعني دو مارياج، يعني فين لا دات ديال المارياج، وكذلك يعني مكان اللي درتو فيه يعني الزواج ديالكم، وكذلك جو سيرتيفي سور لونور يعني كي ساجي بور موا ميم، يعني واش اول زواج ديالكم ولا سبق لكم يعني طلقتوا، الا كان اول يعني كتخشوا الاولى، ولا كان يعني سبقكم يعني تزوجتوا واش يعني بار ديفورس ولا بار ديسي كتخشوا ولا كاز بالنسبه يعني الكونجوان فرونسي، وكذلك الكونجوان يعني ماروكان، وكذلك يعني تديروا لا دات وكتسني وكيتصفت يعني هاد لي دوكيمون كاملين انت تصفتو بار يعني par voie postale avec recommandé avec accusé de réception ministre des affaires étrangères à Nantes. يعني هذه هي الادريس امامكم، هذه هي الادريس امامكم، الادريس مع الميل ديالهم. دابا نخليها في صندوق الوصف بالنسبه يعني للناس اللي باغينها، وكذلك هاد لي دوكيمون كاملين تلقاهم في صندوق الوصف. هذا ما يخص يعني ب la transcription de l'acte de mariage، كيفاش غادي ندير لا ترانسكريبسيون وشنو هما يعني الحوايج اللي نتفاداهم باش ما نوقعش في شي مشكل في الدوسي ديالي. شكرا لكم عيني على الدعم والمشاهده يعني في القناه، ما تنساوش تابوناو، والسلام عليكم ورحمه السلام الله عليكم. وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.